بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا المنزلية الجميلة العصرية، جبت لكم منتج جميل جدا، منتج رائع، منتج هيفرح أولادنا وأطفالنا، وهو منتج جهاز مزين الفواكه. تمام، ده اللي هيعمل الفاكهة أشكال، بيكون شكل الكرتونة من الخارج بيكون بالشكل ده، بيكون شكل الجهاز زي ما انتم شايفين على الكرتونة. تمام، بيعمل طبعا الفواكه بأشكال، يبقى فيه جوه اشكال، بتقدر تصنعي اشكال مختلفه لاطفالنا اللي بيحبوا الحاجات الجميله. تمام، بيكون بالشكل ده. تعالوا نشوف شكل الجهاز من الداخل بيكون شكله ايه وازاي طريقه استخدامه. طبعا بيكون في كتالوج من الداخل، شرح واستخدام الجهاز. طبعا بيكون فيه صيانة خشبيه بتقدر تشيل عليها الفواكه، تعمل عليها الاشكال لاولادنا اللي هم بيحبوا الاشكال. وانا قلت لكم طبعا الجهاز وريته شكله. طبعا ده بيكون شكل الجهاز، جميل جدا وسهل الاستخدام، بيكون فيه اسطوانات واشكال مختلفه زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. ده شكل من الاشكال. تمام، وبيكون الشكل ده، وبيكون الشكل ده، وده الشكل الدائري ده، وشكل القلب اللي انتم شايفينه بالشكل ده. دي كلها اشكال مختلفه اللي هتقدروا تتحكموا في الفواكه بكل سهوله وتعملوا اشكال. وده طبعا بيكون مضخه الجهاز، الشفط. تمام، ده بتركب بطريقه سهله جدا، تركب بالطريقه دي، تقطعوا الفاكهه طبعا الشرايح وتبداوا تضغطوا على الفاكهه مع الضغطه معجل على الجهاز، بيقدر يحدد لك الرسمه والشكل اللي انت حطاه. تمام، وطبعا زي ما انتم شايفين الشكل ده برضه بيركب بطريقه سهله جدا. زي ما انتم شايفين الشكل، زي ما قلت لحضراتكم، جهاز جميل جدا، جهاز رائع، جهاز غني عن تعريفه، وهو مزين الفواكه اللي هيفرح اطفالنا، وشغله سهل جدا وعملي. وزي ما انتم شايفين اللي بيجي معاه الاسهم الخشبيه دي اللي بتقدروا تشيلوا عليها الاشكال زي ما هي موضحه في الشكل اللي على الكرتونه. سعره عالي جدا جدا ورائع، لو انتم حابين تطلبوه. بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد وجديد من منتجاتنا المنزلية العصرية الجميلة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.